هل يجوز أن يخطب الرجل امرأة وتبقى على خطبته أكثر من سنتين أو ثلاث وأن ينظر إليها؟ النظر إلى المخطوبة إنما هو للحاجة فقط، فإذا نظر إليها أول مرة واكتفى بهذه النظرة فأعجبته أو لم تعجبه فليعمل بذلك، ولا حاجة إلى التكرار تكرار النظر، لأن الإنسان قد عرف هل يقدم أو يحجم. وأما كونه يكرر النظر بلا حاجة فإنه لا يجوز له ذلك لأنها أجنبية منه، وكونه يبقى سنة أو سنتين قبل أن يعقد هذا أمر يرجع إليه وإلى أهل الزوج. والذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن لا يعقد النكاح إلا إذا قرب الدخول، إذ لا حاجة إلى عقد نكاح بزمن كثير، إذ لا حاجة إلى عقد النكاح بزمن كثير بين العقد وبين الدخول. وربما تسول له نفسه في هذه الحال أن يجامع المرأة التي عقد له عليها، وهذا وإن كان جائزا شرعا لكنه يخشى من عواقبه، إذ أن المرأة قد تحمل قبل الدخول المعلن فتلحقها التهمة. نعم، جزاكم الله خيرا.